اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بحضراتكم وبرحب بزميلتنا اللي انضم لنا دلوقتي يعني هنا ابو القاسم عشان نعرف منها اخر المستجدات على الساحه الرياضيه. تحياتي ليك يا هنا وتحيات زميلي محمد سعيد. مساء الخير اكيد عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي، واكيد في البدايه خليني اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. وانت طيبه يا هنا. طيب. اخر الاخبار عندك وبالتاكيد عندك وجبه دسمه من ابرز الاخبار اللي في الساحه الرياضيه وفي النادي الاهلي على مستوى الخاص. بالفعل معانا اخبار كتير النهارده سواء متعلقه بالنادي الاهلي وكمان منتخبنا الوطني، لكن خلونا بقى في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. مقرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب تكليف حسام غالي عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه الفريق الاول في تنزانيا، وتتجه بعثه الاهلي الى تنزانيا الاسبوع المقبل استعدادا لمواجهه سيمبا في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر يوم 29 مارس الجاري. يعني بالتأكيد كل التوفيق لرجال النادي الأهلي، إن شاء الله بقى كالعادة يفرحونا ويفوزوا على فريق سيمبا. من النادي الأهلي بقى نروح لمنتخبنا الوطني، وكشف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أن المنتخب يعيش ظروفا جيدة على الصعيد الفني والمعنوي قبل مواجهة نيوزيلندا الجمعة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر. وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: نعيش ظروف جيدة وجديدة على اللاعبين، والبطولة الودية قوية ومهمة أن نختبر قدراتنا في تجمع يحظى باهتمام كبير. وطبعا كمان أضاف أن هذا هو التجمع الوحيد استعدادا لمباراتي غينيا وبوركينا فاسو، وكمان قال انه كان حريصا على المشاركه مع بطوله مع منتخبات من مدارس مختلفه. يعني خلاص طبعا يا كابتن اسامه ويا محمد، اقل من 48 ساعه بتفصلنا ان احنا نتابع منتخبنا الوطني، فعايزين نعرف بقى شايفين ازاي هذه المواجهه. كابتن اسامه، اولا الروح مع مدرب وطني بيمتاز بالروح والحماس، هنشوف اكيد روح جديده في منتخب مصر. المدرب الاجنبي ما بيقدرش يوصل الكلام ده للاعيبه بشكل كبير، لكن المدرب الوطني بيكون حاسس بالشارع، حاسس بالجماهير، حاسس بنبض الشارع المصري. فاكيد الامور دي زي ما شفنا قبل كده الكابتن حسن شحاته في اعوام سابقه، ده اكيد هيوصل من خلال الكابتن حسام. ضربه البدايه والنتائج في البدايه بتكون مهمه، بتساعد الفريق، بتساعد الجهاز الفني، بتديله ثقة في بداية المشوار. كمان يعني اكتشاف عناصر جديدة في المنتخب الوطني ده بيكون شيء مهم جدا يعني. فأكيد بداية يعني مهمة، نتمنى فيها التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني والجهاز الفني بإذن الله. بصي هنا الموضوع بيتوقف على شقين، أول شق هو بيتعلق بالكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن مدرب وطني، وده مختلف شوية عن الفترة اللي كان فيها إيهاب جلال وحسام البدري، فننتظر فكرة الروح المعنوية، الدفعة القوية، مدرب وطني، واحد من الناس اللي شاركت في كأس العالم 90 لصولات وجولات في البطولات الإفريقية. الجانب الثاني ليه علاقة بالأمور الفنية، هل هيبقى في إضافة من المباراة الأولى؟ أعتقد هتبقى صعب جدا يا كابتن أسامة، ولكن الناس هتبقى مستنية تشوف هل في شكل جديد، هل في فكرة جديدة، هل في استراتيجية الكابتن حسام هيحطها من بداية تولي المسؤوليه. ده اللي هيبان في الدوره الوديه، ولكن عشان نحكم على التجربه لا مش قبل 6 شهور على الاقل، ومش اقل كمان من 6 7 مباريات. اكيد الحقيقه انه في حاله من التفاؤل في الشارع المصري، واكيد بنتمنى بقى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله. ولسه مستمرين مع اخبار منتخبنا الوطني، ويقود الحكم الابواري كلامن فرانكلين مواجهه مصر ونيوزيلندا والمقرر لها الجمعه المقبله، ويعاونه المساعدين السنغالي الحاج مليك سامبا والابواري نوغو واتارا، والحكم الرابع السنغالي الدبير ضيوف، ويتواجد المغربي حمزة الفارق كحكم تقنية الفيديو الفار، وتعاونه مواطنه فتيحة الجرمواي. وكمان بقى تم اختيار الطاقم ذاته للمواجهة الثانية للمنتخب المصري خلال البطولة، يعني هتكون في المباراة النهائية أو مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، على أن يقود السنغالي الدبير ضيوف المواجهة، ويتواجد الإبواري كلامن فرانكلين كحكم رابع. احنا لما بنتكلم عن الجماهير المصريه يعني بنقول دي عنوان الرياضه في مصر، لما تلاقي الاستادات مليانه، الدوري الممتاز، يعني فرحنا قوي لما شفنا في اقبال وفي اعداد الجماهير بدات تزيد. الفتره اللي جايه محتاجين التفاف جماهيري كبير حوالين منتخب مصر. زي ما انا قلت في بدايه الحلقه، الفتره اللي فاتت ما كانتش افضل شيء من حيث التواجد الجماهيري منتخب مصر. الشكل العام لما كنا بنشوف مباراه مهمه في التصفيات
منتخب مصر بيلعب فيها في استاد القاهرة وتلاقي إقبال جماهيري ضعيف، كان الشكل ما كانش حلو. استاد جديد العاصمة الإدارية حاجة مفخرة وإضافة للبنية التحتية في الرياضة المصرية. أتمنى هنا أسعار التذاكر في المتناول جدا، يعني هو أسعار التذاكر من شركة تذكرتي يعني بتقول للجماهير عايزينكم موجودين معانا في المباراة دي وفي المباريات الجاية، لكن لازم يكون للإعلام أيضا دور الفترة اللي جاية، توعية الجماهير، الالتفاف حوالين منتخب مصر، دايما يبقى في صورة إيجابية بنصدرها كإعلام علشان يكون في إقبال جماهير إن شاء الله الفترة الجاية حوالين منتخب مصر. وقلت برضو وزير الشباب والرياضة عليه دور مهم جدا، إزاي النهاردة الطلبة في المدارس وفي الجامعات برضو يكون ليهم دور، أسعار مخفضة أقل من كده كمان عشان نشوف الطلبة في المدرجات بإذن الله. بالتأكيد. نروح بقى من أخبار منتخبنا الوطني للألعاب الأخرى بالنادي الأهلي، وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية 2024 للرجال والسيدات، والمقرر إقامتها في الجزائر من الفترة 18 إلى 27 إبريل المقبل. وأسفرت القرعة عن وجود رجال الأهلي في المجموعة الأولى والتي تضم شبيبة سكاكيدا والإبيار الجزائريين، فيما تأتي سيدات الأهلي في المجموعة الأولى أيضا مع بريميرو دي أغوستو الأنجولي ودي جي سي بي الكونغولي والبيار الجزائري. ويستأنف رجال يد الأهلي مباريات الدوري الدور الثاني من الدوري، وهتكون إن شاء الله يوم 27 مارس الجاري، ويواجه فريق السيدات سبورتينج في نصف نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل، وفي حالة الفوز إن شاء الله ستقام مباراة النهائية يوم السبت. من كرة اليد نروح بقى للكرة الطائرة، ويواصل فريق الأهلي للكرة الطائرة رجال وسيدات تدريباتهم استعدادا للمباريات المقبلة، حيث يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة رجال سموحة في ربع نهائي كاس مصر، وده طبعا إن شاء الله هيكون يوم 26 مارس الجاري، ثم مباريات نصف نهائي الدوري يوم 29 ويوم 30 مارس و1 إبريل في حالة اللجوء إلى المباراة الفاصلة. ويواجه الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات سبورتينج في نصف نهائي بطولة الدوري إن شاء الله هيكون يوم 27 و28 مارس و30 مارس في حالة اللجوء إلى المباراة الفاصلة. لكن بالتأكيد إن شاء الله بقى عندنا ثقة كبيرة جدا في سيدات ورجال كرة الطائرة إن هم إن شاء الله هيحسموها من أول مبارتين ومش هيضطروا يلعبوا مباراة ثالثة. نروح بقى لكرة اليد، وفاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 بقيادة مديره الفني طارق محروس على نظيره بنين بنتيجة 38-27 في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية والمقامة في غانا. وكان منتخب مصر لكرة اليد للشباب بقيادة المدير الفني طارق محروس حقق 3 انتصارات في الدور الأول من البطولة ليتصدر منافسات المجموعة ويواجه وصيف المجموعة الثانية في البطولة. نروح بقى لمنتخبنا الوطني لكرة الطائرة، وفاز منتخب مصر للرجال للكرة الطائرة على نظيره جامبيا بنتيجة 3-0 في ربع نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة بأكرا في غانا، ونجح منتخب مصر للكرة الطائرة رجال في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وذلك بعد الفوز الكاسح على بوركينا فاسو بنتيجة 3-0 في ختام دور المجموعات. وكان بقى المنتخب الوطني قد حقق الفوز على نظيره نيجيريا في أولى مبارياته بنتيجة 3-1، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-2 لينتهي الدور بالعلامة الكاملة. نروح بقى لكرة السلة، ويواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي سموحة غدا الخميس في الجولة الأخيرة لمرحلة الدور الترتيبي لدوري سوبر رجال السلة، وتقام المباراة على صالة سموحة في الساعة 9 مساء، ويواجه رجال السلة فريق طلائع الجيش في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويوم الأحد 31 مارس الجاري على صالة طلائع الجيش. عايز اقف عند بس يعني خبر السله، انا يعني من المتابعين جيدا لفريق السله رجال في النادي الاهلي، اخر ماتشين 3 يعني في خساره، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في رجال الاهلي لكره السله، فرحونا الفتره اللي فاتت سنتين متواصلين بيحققوا القاب كبيره جدا بيصنعوا تاريخ ليهم وللنادي الاهلي، فالفتره اللي فاتت
يعني احنا بنقول لهم يعني رغم الخساره لكن عندنا ثقه كبيره جدا فيكم خلال الفتره اللي جايه مع المدير الفني باذن الله. الحقيقه فعلا يعني فريق السله بقياده مستر اوجستي بوش كانوا فرحونا كتير جدا المواسم اللي فاتت، كنا شايفينهم بيتالقوا يعني لدرجه ان الجماهير اطلقت عليهم الدريم تيم، فبالتاكيد عندنا ثقه كبيره جدا ان شاء الله بقى هيرجعوا يفرحونا مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني دي كانت كل اخبارنا النهارده سواء طبعا المتعلقه بفرق النادي الاهلي وكمان منتخبنا الوطني. اكيد مره ثانيه كل سنه وانتم طيبين. نورتنا يا هنا وبنشكرك بالتاكيد على هذا الكم الكبير جدا والاخبار المهمه جدا اللي بالتاكيد جماهير النادي الاهلي كانت محتاجه تعرفها منك في هذه اللحظات. شكرا جزيلا للزميله هنا ابو القاسم.